على الطراز الأوروبي أرادها الخديوي إسماعيل. وخلال سنوات معدودة من وضع التصميمات أصبحت القاهرة الخديوية أمراً واقعاً يمتد من كبر قصر النيل حتى منطقة العتبة، تحف فنية معمارية امتزجت فيها المدارس الأوروبية في خليط فريد من الطراز الكلاسيكي وطراز عصر النهضة وطراز الباروك والطراز القوطي الجديد. وفي الهامش حضور قوي للأساطير اليونانية التي تطرز العمارات من الداخل والخارج. الشوارع فسيحة ومرصوفة ومشجرة، تطل عليها قصور وعمائر ينشرح لها الصدر، وتتوفر لساكنيها الخدمات والمرافق بدءا من الصرف الصحي وخطوط السكك الحديدية والترام، ومرورا بالبريد والمطافي، ووصولا إلى دار أوبرا كانت عند افتتاحها واحدة من أفضل دور الأوبرا في العالم. اليوم وبعد نحو 150 سنة تقف القاهرة الخديوية محاصرة من كل جانب بغابة من العمارة العشوائية، ارتفاعات متفاوتة، وغياب تام للمنظر الجمالي، وبعد كامل عن التنسيق الحضاري. ومن قلب هذا العبث تبدو القاهرة الخديوية كحسناء تقف وحيدة في غابة من الوحوش المفترسة. وسط القاهرة أو القاهرة الخديوية، تلك المنطقة التي بناها الخديوي إسماعيل وغيره من أبناء أسرة محمد علي، الحقيقة ما زالت تقف شامخة تتحدى الزمن، ولا زالت تحدث عن ماض قريب يحدث عن نفسه وعن طرزه المعمارية. ليس هذا فحسب، وإنما حالة ما يطلق عليه النوستالجيا التي يعيشها كثير من المصريين تؤكد أن صور الماضي القريب كانت أبهى وأجمل وأكثر إشراقا وتألقا.